احتفلت الفنانة المغربية ريم فكري يوم الخميس 24 غشت الجاري بليلة الحناء وسط حضور عدد من أقاربها وصديقاتها المقربات. وشاركت صديقة الفنانة ريم فكري عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورا لها من حفل الحناء تزامنا مع عيد الشباب. ولم تعلن الفنانة المغربية ريم فكري عن دخولها القفص الذهبي عبر حساباتها الشخصية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بنشر مقاطع فيديو من حفلاتها الأخيرة. ويذكر أن ريم فكري كانت قد أعلنت قبل فترة عن خبر خطوبتها دون كشف هوية خطيبها الذي فاجأها قبل أيام بظهوره على خشبة المسرح.